مرحبا حبيبي، كيفكن اليوم؟ بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير الفلفل الحار مكبوس بالزيت. اول شي هيدول الحارات غسلتهم منيح ونشفتهم منيح، بدنا ننظفهم من البزر اللي بقلبهم. بسم الله. بشيل العرق وبقصهم بهيدا الشكل، منشيل البزر من قلبهم. الفلفل الحار بعد ما نظفتهم من البزر صاروا عنا بهيدا الشكل، هلا بدنا نطحنهم بالمكنة. ملعقة، اثنين، حطيت ملعقتين طعم ملح. بدي اياهم بهيدي النعومية، ما بدي اياهم كتير يكونوا ناعمين، بهيدا الشكل كتير رائعين. هلا بنحطهم بمرتبان، بحط شوية زيت بالمرتبان. هلا بحط الحراط، كمان بضيف زيت. هذا كبيس الحار اللي عملته انا وياكم. هذا كبيس الفلفل الحار اللي عملته انا وياكم، طريقة كتير سهلة وبسيطة. في ناس بيكبسوه بالبزر اللي لقلو، بس انا بفضل بدون البزر. هيدا المرتبان، هيدا الكبيس بيقعد عنا لسنة، وفينا من عبكرة نبلش نستعمل بهيدا الحار، نحطه بالعدة أكلات، بصوصات، بأي شيء. بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم، وتعملوا لايك وشير للفيديو. المشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي حبايبي.